السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة عصافير جنة الأطفال نقدم لكم سلسلة أذكار الأطفال، الحلقة الخامسة. إذا ركبت السيارة أو الحافلة أقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذا ركبت السيارة أو الحافلة أقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ما أقوله لأبي إذا سافرت في رحلة؟ أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ما أقوله لأبي إذا سافرت في رحلة؟ أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ما أقوله لأبي إذا سافر؟ أستودع الله دينك وآمانتك وخواتيم عملك. إذا ما أقوله لأبي إذا سافر أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. إذا نزلت منزلا وأنا مسافر أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا نزلت منزلا وأنا مسافر أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا حدث أمر يسرني أقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا حدث أمر يسرني أقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا حدث أمر أكرهه أقول الحمد لله على كل حال. إذا حدث أمر أكرهه أقول الحمد لله على كل حال. عندما أسمع صياح الديكة أقول اللهم إني أسألك من فضلك فإنها رأت ملكا. عند سماع صياح الديكة أقول اللهم إني أسألك من فضلك فإنها رأت ملكا. عند سماع نهيق الحمار أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطانا. عند سماع نهيق الحمار أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطانا. إذا أحسست ألما في جسدي أقول بسم الله ثلاث مرات. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر سبع مرات. إذا أحسست ألما في جسدي أقول بسم الله ثلاث مرات. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر سبع مرات. إذا رأيت ما يعجبني أقول اللهم بارك. إذا رأيت ما يعجبني أقول اللهم بارك. إذا قرأت القرآن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.